ثلاث سايس يقول لي حكيمي ترى احنا في السيمي فاينل كاس العالم نكره ها افرح افرح فاهم ده حرب انا شايفهم هم نازلين اصابات واحد رابط الخلفيه واحد رابط ايديه واحد رابط الاماميه واحد رابط ركبته حتى في الاستوديو عندنا ده حرب واحد ناسي صوته في البيت جاي والله اسحبك فدي يبين لك مدى التضحيه الموجوده مدى الروح الحلوه الموجوده وده مش جاي من يوم وليله ده عمل مدرب لما المجموعه تبقى جاهزه يغيب منك اربع خمس عناصر اساسيه خط الدفاع النهارده لغايه كام لعيب ثلاثه من الاساسيين حسيت رغم ان انا كنت قلقان قبل بدايه المباراه حسيت بالفرق؟ لا لا فده تحضير جيد من المدرب وللمجموعه ككل وزي ما قلت لك قبل كده عملنا ماتشات كتير للمغرب هو بيخش المباراه دي ضد المغرب ما عندوش عقده النقص حاسس ان هو احسن من اللي موجود قدامه الشوط الاولاني تمريرات قصيره وكعوب وسبعات وثمانيات كان بيلعب مين؟ البرتغال من امهر اللاعبين الموجودين شخصيه قويه الشخصيه القويه فاعتقد نجاح كبير وعايزين الرحله تبقى مستمره.